وصلوا لي الاخبار كيفاش ما لقيتش السيد الدريقات هنا. وانا اطلب من السلطه وجلاله الملك يبينوا لي حقي، الحق ديالي به. انا ما اطلب والو، ما ضاعش ولدي على لقاه. فعلقه والحمد لله، اللهم ويك الحمد، هذا ما نقول، اللهم ويك الحمد. إذا كنت مع الله الحمد لله، كانت مع العبد راه ما سامح له، هذا ما نقول انا الحمد لله، اللهم ويك. اخي مرسي ولدك. شتو خويا نهار اثنين في الصباح مع الفجر اخويا يخرج من المدرسه. عندو خويا والو الدري، كنت عندو العداوه رانا الدري رانا نعرفو، انا ملي كان دابز نعرفو الدري هذا دابز ما والو، كل شي واحد من خوتو اخرين يقول راه دابز هذا ما يجيب لا صداع لا والو، من نهار اللي بدا يقرا ما عمرو جاب لي صداع. تعدى عليا هاد خينا ما دار والو، هو اللي تلفو كان جاي من الفوق الطريق الفوقانيه اللي ادوز من على العميراج ولا جروا للغابه باش يقتلو. ايوا خويا امر الله هادشي ما عرف. زعما الدري ما قالكش علاش دار؟ ما قال الدري جا وشي دري وسولتهم قال لي الدري راهم دازوا مع الدري اللي دابا هو اللي بان قتلو. اللي راه خرج معاه للطريق لتحت هودو للغابه قتلوه. كان هو ولا مع شي حد اخر؟ والله اعلم اخويا، دابا ما عرفش انا دابا الان باقي ما عارفش. ما مشيتش مع ولدي، احنا جينا من القنيطره الحمد لله، اللهم الله يرحمه.